صباح الخير لك لحدا مرافقنا برحلتنا الصباحية. صباح الجو الحلو والمطرات الحلوين. يسعد صباحك يا نرمين. يسعد صباحك يا نرمين. أخدي علي نرمين. صباح الخير. يسعد صباحك نور على نور. حبيبة قلبي يسعد صباحك رشا وصباح جميع المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا. يا رب مع هالمطرات اللي نزلت اليوم تنغسل قلوب كل الناس، يا رب هيك تتم قلوب بيضة وفرحانة وتنفرج على كل الناس يا رب. نتمنى دائما مع كل نهار يحمل خير وبركة وراحة بال ورزق كتير لكل الناس. فاصل وخلونا نبتدي رحلتنا الصباحية. نور اليوم مو بس صباحنا مزين بهالمطرات الحلوين، دائما نحن بنقول المطر بيحمل الخير، اكيد اليوم كمان صباحنا مزين برجعة مئات السوريين لارض الوطن، بنتمنى هاي الرجعة تكون لإلهم خير وايام تعويضية عن الشيء اللي فاتهم بالايام اللي راحت. اكيد اكيد نحن بنقول لكل السوريين دائما ارض الوطن وحضن الوطن مفتوح، ونحن سعيدين بعودة طبعاً مئات السوريين لارض الوطن، ويا رب مثل ما قلتي هالمطرات يحملوا الخير لكل الناس ولكل السوريين اللي حابين يرجعوا أكيد لبلدنا الحبيب سوريا. إن شاء الله مثل ما قلتي نور، دائما هذا الوطن قد ما كان في ضغط وقد ما كان في ظروف صعبة علينا بيبقى الملجأ الوحيد لنا، وبيبقى مثل ما بنقول بالعامية أرحم من الغير. يا رب تكون هاي الرجعة خير علينا وعليهم، وتكون أيام حلوة مثل هذا اليوم الحلو المحمل بأمطار الخير والأخبار الحلوة. رح نبلش صباحنا، ولكن خلونا نروح لذاكرة الصباح ونشوف أهم الأحداث هي اللي تسجلت بمثل هذا اليوم. خلونا نشوف مع بعض. اليوم 26 تشرين الأول، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. عام 1905 استقلال النرويج عن السويد، وفي عام 1945 ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد تصديق دستورة من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وفي عام 2015 زلزال عنيف مركزه شرق أفغانستان وتأثرت به باكستان والهند، مقداره 7.5 درجات على مقياس ريختر. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1685 دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1957 نيكوس كازانزاكيس، كاتب يوناني. أما هلأ رشا بننتقل لمادتنا التالية، وبرعاية اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين تم افتتاح معرض للفنون الجميلة في صالة الشعب بدمشق تحت عنوان ملامح وخطوط للفنان التشكيلي علي سليمان. التفاصيل مع لوجين، خلونا نتابع. هذه المعارض تعبر عن مدى الحضارة التي تقدر البلد التي نشأت فيها. الفنان علي داغر ابن الساحل لديه مخزون رائع بالأفكار، والطبيعة منحته هذا المخزون. تناول الفنان علي داغر بمواضيعه المرأة، طبعا وقت بيكون موضوع المرأة بيكون في نوع من الشفافية للأعمال، كما قدم الطبيعة الصامتة وقدم الطبيعة المدرسة الانطباعية بجهد رائع. وحبذ أن تقام هذه المعارض على مدى الأشهر والأيام. يعني هذا نشاط قدمه الفنان وأبدع في هذا المجال. المعرض بشكل عام يحمل اسم ملامح وخطوط. أغلب البورتريات الموجودة أنا كتير اهتميت بالتفاصيل الوجهية والتعبير الوجهي،
وبالأخص حاولت أني أخصص موضوع المرأة وتقديم المرأة كأن على أنها امرأة مبدعة ومثقفة ومبدعة وتحمل رسالة في بعض أعمالي امرأة عازفة ملكة أو مثلا في عندي بعض أعمال امرأة تحمل مثلا كبرياء وعزة نفس. مثل ما بنعرف نحن المرأة السورية بشكل خاص واجهت عدد صعوبات من خلال الحرب والأزمة السورية، كانت الأم يتيمة، كانت أم ثكلة ويتيمة وأرملة، فواجهت عدد صعوبات وعدة محن بهذه الأزمة، فحاولت أني أنقل بعض الصور الوجهية بمعاناة معينة. أما هلأ وضمن مساحتنا الصباحية حنروح لتقرير تاني من اللاذقية لنكون بتفاصيل عن تقرير لحفل موسيقي لفرقة موسيقية روسية على مسرح دار الثقافة باللاذقية. حنكون بتفاصيل مع مراسلنا مازن محمد. بعد إحيائها لعدة حفلات في دمشق، فرقة مسال كوارتت الروسية على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية لتقدم مقطوعات موسيقية منوعة من موسيقى الجاز. هذه الفرقة هي رباعي مسالة، من اسمها واضح أنه هذا خليط التيارات والأنماط الموسيقية مثل خليط البهارات مسالة، وهناك طعم روسي، طعم هندي، طعم شرق الأوسطي وغربي طبعا. اليوم سنقدم لكم الموسيقى من تأليفنا، من تأليف أعضاء الفرقة، وموسيقى ارتجالية التي تضم مختلف الثقافات القومية من روسيا وخارج روسيا. هو أول مرة في سوريا قال أنه تعجب من هذا البلد كثير وتحبه ويريد أن يبقى لأنه بيحب الناس التي فيه وطبعا الأكل السوري وطبيعة، وأنه هنا دائما بالمقارنة مع موسكو جو دافئ. إلهام إبداعي يقدم عبر مقطوعات موسيقية يخلق جوا من التفاعل بين الجمهور بتقاطع ألوان الموسيقى وأنغامها. اليوم في عنا فرقة مختلفة تماما، هي من أهم فرق الجاز في جمهورية روسيا الاتحادية. هاي الحفلة تأتي برعاية وزارة الثقافة ضمن الإطار التبادل الثقافي بين دولتين صديقتين. الموسيقى هي وسيلة تواصل بين بلدين، نشر فكرة جديدة. نحن بحاجة إلى كشباب والصبايا حتى كحضور أطفال اليوم كثير ملفت للنظر، لأنه شيء ممتع وحلو بيوطد العلاقات الثقافية بين البلدين. سوريا وروسيا هن جسر التواصل ومحبة وطفولة وسلام لكل العالم. هي لغة مشتركة لجميع الأمم، وتسعى من خلالها الفرقة إلى نقل الثقافة الروسية وتقديمها بشكل معاصر. أما هلأ رشا خلينا ننتقل لأولى محطاتنا لليوم لنحكي عن موضوع كتير مهم. مبارح صار أمس الثلاثاء الكسوف الجزئي للشمس، هي الظاهرة يمكن كلياتنا تابعناها وسلطنا الضوء عليها عبر لحنتنا الصباحية. مبارح حكينا عن التحذيرات المهمة خلال ظاهرة الكسوف، بس لنحكي عنها أكثر. قديش فعليا كانت المدة الزمنية؟ هي حوالي ساعتين تقريبا. لنحكي عنها لهي الظاهرة فلكيا. معنا الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية السورية الفلكية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك نور، يسعد صباحك رشا، صباحكم خير. صباح الخير والمطر. إن شاء الله صباحك المطر والأخبار الحلوة والعطاءات مثل ما بنقول. دائما نحن بنتفائل بأول مطرة، صرنا بثاني مطرة، بس كانت يعني مطرة مو بالعقل مثل ما بيقولوا. الحمد لله الله يبعث الخير. أمين يا رب. بالذات كمان مبارح نحن كنا يعني بس بدنا شوية تشققات بالغيوم يعني. صح يعني صدفت مبارح يعني أنه ما كثير تم الرصد. كانت
الرؤية. هلا صار في رؤية الحمد لله، وصار في حتى الإخبارية السورية مشكورة كمان شاركت بالنقل وفرجت للعالم هذه الظاهرة. وكان المفاجئ نور رشا الحضور بصراحة، يلي نحن فاجأنا الحضور، كم الحضور، كم الناس المهتمة. يعني كنا في رحاب مكتبة الأسد الوطنية، العدد يلي كان موجود فاق التوقعات. كنا عم ننقل للدول الأخرى والدول الأخرى عم تنقلنا، فكنا ننظر مثلا لرصد فرضان بالإمارات عشرات، مثلا في دولة أوروبية عشرات، نحن مئات وعم نحكي بالآلاف. وإذا ما بالغنا يعني صحيح. متخيلين مكتبة الأسد الوطنية كلها كانت ما في مكان، كلها تماما ممتلئة، كل واحد معه نظارته، كل واحد جاي مبسوط رغم الغيوم. قدرنا نحن نعالج الموضوع بالنقل المباشر، قدرنا نعالج الموضوع من خلال عين المخرج الأستاذ وسام محمد، وجه له تحية، كان معنا، كان مبدع امبارح تماما، كان مبدع بعين الكاميرا، يعني نقل للمشاهد حتى الصورة الحقيقية لهذه الظاهرة. هذه الظاهرة كانت رسالة هامة جدا بالنسبة لنا، اهتمينا بهذا الموضوع رشا نور، لأنه نحن دائما الكسوف بيصير حالة تهويل وتخويف كتير زيادة عن اللزوم. امبارح كانت النقل، كانت الرسالة، كان وجود الناس، أن الكسوف ظاهرة طبيعية، ما عندنا أي مشكلة فيه، رصدناه، استمتعنا فيه، تعرفنا عليه، اضحكنا نحن والغيوم اللي اجت تعاكسنا، انكسفت الشمس مرتين. حتى بهي يا دكتور، يعني امبارح شفنا السوشيال ميديا انه حتى بهي نحن ما قدرنا نكون الرؤية واضحة. خلينا هيك بشكل سريع دكتور نحكي عن الظاهرة، ايه ما تبلشت وايه ما انتهت بالضبط، لانه كان في توقعات كتير من الى يعني بالساعات. تمام. بلشت تماما 12:56 و4 ثواني، 12:56 دقيقة و4 ثواني. الذروة كانت 2:11 دقيقة، والنهاية كانت 3:22 دقيقة. كل ما قلنا يمكن ما كتير كنا محظوظين صحيح برصدها بشكل كامل، لأنه كان في غيم، يعني السماء مغيمة كتير عم تحضرنا مطرات اليوم، فلهيك يعني كان في شوية خير مخبأ. ما في أي مشكلة، يعني بالنهاية قدرنا يعني على القليل ولو بدقائق قليلة قدرنا نشوف الشمس، الكسوف بالنظارات الخاصة بالكسوف. الشيء الجيد أنه حسب امبارح تصريح وزارة الصحة لم تسجل أي إصابة لا سمح الله بالعمى الدائم أو المؤقت، وهذا بيأكد على وعي السوريين اللي نحن فعلا بالبداية لما حذرنا وعن طريقكم امبارح ذكرتوها بصباحنا غير صحيح. أكدنا أنه يعني عدم النظر بكل بساطة وانتهى الموضوع، يعني ما فيه التهويل والتخويف. فكان سوريا من الدول القليلة اللي كان قرارها جريء بعدم التعطيل، يعني في بعض الدول عطلت المدارس، عطلت الأعمال، عطلت الحياة، لكن بالكسوف الجزئي بنسبة أقل من 50% ما في داعي لكل هالإجراءات. النسبة كانت تقريبا قد النسبة عندنا بسوريا وصلت تزروتها 48%، يعني عندنا نص الشمس ظاهر، وبالتالي نصف الشمس لا يسبب تعتيم، نصف الشمس لن يشعر الإنسان العادي بأي تغيرات، لن يستطيع الإنسان اليوم انتهينا الكسوف، بصراحة لن يستطيع الإنسان بشكل عام النظر إلى الكسوف بالعين المجردة لفترة أطول من 10 ثواني، لأنه وجه الشمس كان مستمر. وبالتالي ما كان في عنا خطر صراحة. بسوريا من الدول التي لم تتعرض لأي خطر ولم يسجل أي حادثة الحمد لله، وهذا الشيء اللي أكدناه. نحن شعب واعي، ما في داعي نخوف ونهول ولا. وأكثر شيء نحن بنستغربه مثلا صفحات التواصل قبل الكسوف بساعتين يعني. لا تمشوا بالطريق وبعد الكسوف بأربع ساعات وما بعرف، ما في شيء تغير، كل بساطة الشمس مر قدام القمر. يعني لو مو قايلين في كسوف كانت مرقت القصة، ما حدا انتبه. تماما 100% يعني. كان الخوف لأنه هي يعني خروج الأطفال من المدارس، هي جزئية الأهل ما فينا إلا ما يكونوا حريصين وخايفين، لأنه 12:30 هي خروج جميع الأطفال من المدارس، والطفل ما فيك تضبطه يعني إذا بتقول له لا تطلع لفوق لبده يتطلع يعني. صحيح نور، نحن نأكد على كلامك، لكن نحن نعرف شغلتين نقطتين أساسيتين. أولا ما في خطر صحيح. حتى لو الطفل، خلينا نحكي صراحة، لو الطفل ما رد على التحذيرات وتجرأ وتطلع لفوق شو حيصير؟ فعليا طالما كسوف أقل من 50% وجه الشمس كفيل بأنه يردع النظر إليه. هي واحد. اثنين، في كثير وسائل كثير منتهز هالفرصة وانتهزوها وزارة التربية. أنا وصلني أنه كثير معلمات ومعلمين حكوا للطلاب عن الكسوف، عن هذه الظاهرة صحيح. شرحوا لهم، استمتعوا، يعني صارت فرصة أنه نحن نشرح عن هالظاهرة للأطفال وندرسهم إياها. يعني كل بساطة جبنا ورقة بيضاء سقبناها عكسنا الكسوف، كان في تجارب كثير حلوة ومتعة، ظاهرة طبيعية ممتعة جدا. خلينا دكتور هيك نحكي عن الظواهر اللي رافقت هي الظاهرة. في عنا أول شيء البقعة الشمسية والانفجارات الشمسية،
والله يا رشا والنور شفنا انفجارات على سطح الشمس شيء مرعب. شو هي البقعة الشمسية؟ البقعة الشمسية هي أماكن باردة على سطح الشمس نزلت درجة حرارتها، يعني هي المناطق ما صار فيها اندماج نووي وبالتالي بردت. هي البقعة الشمسية بتندرس بشكل كتير كبير لأنه بتأثر على ما يعرف باسم طقس الفضاء. إذا انفجرت هالبقعة الشمسية كما حدث بالأمس وشاهدنا انفجار واحد منها على طرف الشمس يرسل أشعة، يرسل ألسنة من اللهب. هذه الألسنة من اللهب تؤثر في الدول التي تصطدم بها على البث التلفزيوني والراديوي وعلى حياة رواد الفضاء. طبعا ما كانت مقابل للأرض الانفجار فما أثر علينا وما شاهدنا أي تغيير، لكن بشكل عام كان أن نعرف المهتمين بالبقاع الشمسية تأثيرها على طقس الفضاء، نعرفهم بالانفجارات الشمسية، نتابع الشمس وهي عم هيك طالع منا الشعلات. تتذكروا نحن أطفال بنرسم الشمس دويرة بيطلع منا أسهم، صح ما كنا نعرف الأسهم غيرها تماما. الأطفال نحن انبسطنا لما شافوا هي اللهب عم يطلع، فكانت فعلا فرصة. الفرصة الثانية اللي كمان احنا كانت حلوة للناس المشاركة، كيف انه نحن كسوريا مشاركين معظم دول العالم، انه مو بس دول العالم عم تتابع الكسوف وتنقل ونحن عم ننقل، رغم انه في غيوم نقلنا. صحيح. وفعلا اللي اخذناه نحن كتميز عن باقي الدول، نعم باقي الدول قد يكون المراصد عندها متطورة اكثر، تقنيات متطورة اكثر، لكن تميز عنا الحضور. اللي فعلا بعد منه مباشرة فاجأ الجميع قديش في اهتمام من الشعب السوري بالعلم، قديش دائما هم دعاة علم وهم متابعين للعلم، وبأي شيء له علاقة بالعلم بتلاقي الناس لحالة يعني اجت بطريقة جميلة جدا، كان موضوع منظم جدا، شوفوا على التلسكوبات المفلترة، ينتقلوا على تجارب الأطفال، للأطفال خصصنا قطاع، لذوي الإعاقة خصصنا قطاع، للناس الكبار والمختصين خصصنا قطاع، كل واحد نظارته بإيده وكل شوي يطلع، يا شباب راحت الغيمة يلا عطلع بسرعة بسرعة بسرعة، كان يعني أجواء كتير حلوة، يعني تخيلوا ما أحلاها إنه الغيمة تروح كلنا بنطلع، نتسابق نحن بالغيمة، مين بيسبق، ففعلا كانت أجواء احتفالية، ظاهرة فلكية ممتعة، رسالة وصلت للعالم، نحن كفلكيين كنا مستمتعين تماما، حضرنا للكسوف القادم بعام 2027. رح يرجع، هاي كنت أسألك إيمتى نحن ممكن نرجع نشوف هي الظاهرة مرة ثانية؟ 2027 يا رشا، وهذاك اليوم الله يعطيكم ويعطينا طولة العمر، يوم مميز. النسبة ستتجاوز 80%. يعني نسبة حقيقية، تعتيم فيه، كسوف تقريبا شبه كامل، يعني جزء بسيط من الشمس رح يبقى مو محجوب، وبالتالي ظاهرة فعلا وقتها هو اليوم المنشود. يعني كل هالتحضيرات تبع 2022 هي استعداد استعداد 2027، لانه فعلا نسبه 80% نسبه كبيره كثير، حجب كامل تقريبا شبه كامل، كل شيء بقى تدريبات دربنا عليها ب 2022 سنقوم بها ب 2027. من 2022 ل 2027 ما عندنا شيء، ما عندنا كسوف ملاحظ لهالدرجة، وبالتالي إضافة لهالظواهر كمان ولادة هلال شهر ربيع الآخر، كمان بعد انتهاء الكسوف ولد هلال شهر ربيع الآخر، وبكرة أول أيام شهر ربيع الآخر، كمان بالإضافة لذلك ظهور كوكب الزهرة في السماء، وأيضا بعض المهتمين اللي لحقوا انشقاقات الغيوم بعض منهم بس استطاع أن يرصد كوكب الزهرة في وضح النهار. كان في إذن كتير شغلات، لكن مثل ما قلتوا بالبداية للأسف الغيوم كان صحيح ما تم نميت الموضوع، صحيح ما قدرنا نهت الخلاف نهت سريعا، يعني كثافه الغيوم كانت يعني اول ما جينا على مكان الرصد، طبعا كمان تحيه لوزاره الثقافه يلي رعت هذا الموضوع، اول ما جينا كانت الدنيا صافيه تماما انبسطنا، لكن بلش الغيوم تيجي وتتكاثف وتتكاثر وتزداد. بس بالنهايه انا بدي اشير لنقطه كثير مهمه رشا نور، فعلا انا من قلبي بشكر وسائل الاعلام اللي نقلت هذا الحدث، لانه فعلا كان الموضوع كثير مهم بالنسبه لنا كفلكيين كناس مهتمه بالعلم، انه نوصل رساله لكل العالم اننا قادرون فعلا أكيد. قادرون وقادرين ننشر العلم مهما صار بسوريا، نحن دعاة علم وسنبقى حملة رسالة العلم، وهذا مجهود كبير عم تقوموا فيه أساسا بالجمعية السورية الفلكية. أكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية السورية الفلكية، وأكيد نحن معك بكل الظواهر رح نسلط الضوء عليها ونحكي عنها أكثر بمحطات قادمة. شكرا كثير لك، يسعد صباحكم نور رشا، يسعد صباحكم، شكرا، يسعد صباحك، وأكيد لنا لقاءات ثانية بصباحات ثانية. يسعد لي صباحك دكتور، وأهلا وسهلا بحضرتك. أما نحن مكملين باقي فقرات صباحنا غير لليوم، ولكن خلونا نروح لموجز لأهم الأخبار السياسية المحلية والدولية مع زميلنا علي معلا. يسعد صباحك يا علي. صباح الخير يا رشا ولا نور ولا ضيفكم الكريم. مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل.
أهلا بكم. وصلت دفعة من المهاجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب. مراسل الإخبارية أفادوا بأن الجهات المعنية استكملت التحضيرات والاستعدادات لاستقبال مئات السوريين العائدين من لبنان عبر معابر الزمراني والدبوسية والعريضة وجديدة يابوس. نحن الآن على معبر الزمراني الحدودي مع لبنان، هنا سيكون نقطة تجمع لنحو 400 شخص من القادمين من لبنان، من اللاجئين السوريين العائدين إلى لبنان طوعية. من أصل ربما تقريبا 1000 شخص كانوا قد سجلوا أسماءهم في المراكز اللبنانية للعودة إلى سوريا. نحو 3 قوافل ستدخل اليوم إلى سوريا عبر 3 معابر. المعلومة الأساسية الآن أن 3 قوافل ستدخل من جديدة يابوس، المعبر الحدودي مع دمشق، أيضا من معبر الزمراني الذي يحاذي البقاع الأوسط على القلمون الغربي، أيضا هناك قافلة أخرى ستدخل ربما من معبر العبودية أو من معبر الدبوسية في طرطوس. هذه المعلومات حتى الآن لدخول عدد من اللاجئين السوريين نحو 1000 شخص أو 1600 شخص، لكن هناك بعض العوائل قد تريثت في الدخول إلى سوريا نظرا لوجود أطفالها في المدارس. كان هناك معلومات قد نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية وغيرها من وسائل الإعلام عن يعني وجود أسباب تعيق عودة اللاجئين، هي مسألة المدارس وأيضا محاولات وسائل الإعلام الغربية وغيرها وأيضا جهات سياسية التأثير على قرار اللاجئين السوريين بالعودة إلى مناطقهم، فيما تؤكد السلطات اللبنانية والسورية أن جميع الأمور مسهلة لعودة اللاجئين. شهدت مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس وقرية النبي صالح شمال رام الله بالضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات. هذا ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي خلال المظاهرات التي دعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية، وجابت الشوارع الرئيسية في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، مشددين على مواصلة المقاومة حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض. هذا ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ومطالبين بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. رفعت روسيا شكوى إلى الأمم المتحدة حول المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تشمل أدلة دامغة على هذه النشاطات جمعها الجانب الروسي في أوكرانيا. وجاء في رسالتين وجههما مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، إنه تحت المادة 6 من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية توجه روسيا إلى مجلس الأمن الدولي شكوى رسمية تتضمن كافة الأدلة الممكنة التي تبرر هذه الشكوى. الرسالة أضافت أن روسيا تطلب مجددا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 27 من أكتوبر لعام 2022 لدراسة مشروع القرار المقترح. نهاية الموجز، عودة الآن إلى رشا ونور لمتابعة برنامج صباح نغير. شكرا يا علي، وبقيت نهار حلو لإلك. أما نحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية، وحوصلنا لمساحة كتير مهمة كنا عم نحكي تحت الهواء اليوم. صحيح. نور، قديش اليوم التعليم التقني والمهني مطلوب وخاصة بهذا الوقت. صحيح رشا، كنا عم نحكي عن أهمية التعليم المهني والتقني، لأنه للأسف كل الأهالي بيحبوا ابنهم يا يصير يا دكتور يا محامي يا مهندس. في اختصاصات أخرى لازم تكون موجودة بزخم ضمن السوق لتلبية فينا نقول الاحتياجات بالسوق والواقع الاجتماعي اللي احنا عايشينه والاقتصادي، وخاصة بهذا الظرف اليوم. صحيح. كتير مهم هذا المشروع الصغير لكل
العشب بالظروف الاقتصاديه اللي عم نعيشها. بس ذكرتي نقطه انه كانت من زمان العقوبه وقت ما بتجيب عامه فروح على يعني كنا عم نحكيها تحت الهواء انه اذا ما جبت عامه بالتاسع رح تروح صحيح. يا صناعه يا يعني الخيار الاخر للمهني. هلا عم نشوف توجه اخر، يعني نحن كنا نشوفه سابقا بالثمانينات كان في توجه كبير صح. بعدين ما كثير، هلا عم نشوف في دعم وتوجه للقطاع المهني بالاونه الاخيره. مثل ما خبرنا اليوم ضيفنا شوي هنون بحاجه للدعم الاعلامي ودعم المجتمعي. اليوم حتى الامور الماديه عم قلنا بخير فهذا بشرة خير مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي أكثر عن واقع التعليم التقني والمهني أكيد مع ضيفنا لليوم الأستاذ فهمي الأكحل مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية. سعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. أسعد الله صباحكم وحياكم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. كنت عم تحكي تحت الهواء أنت ابن التعليم التقني والمهني. خلينا نحكي عن أهمية التعليم التقني والمهني. هي الأهمية اللي لازم فعليا نرسخها في عقول الناس أكثر، يعني أنه جزئية التعليم المهني والتقني هي كتير مهمة، لأنه مش فقط هي لأنه دراسة معهد أنا ما فيني فوت فيها، لا فيها مجالات أخرى والأوائل ممكن يتم دعمهم ويروحوا بعثات ويدرسوا بالجامعات. يعني هي نقطة كتير مهمة لازم نسلط الضوء عليها اليوم. نعم، يعني التعليم المهني والتقني في كل دول العالم ومنها في بلدنا هو يعني يقع ضمن موضوع إعداد الأيدي الماهرة التي يجب أن تخدم سوق العمل بالاختصاصات وبالخبرات المختلفة. وبالتالي بقدر ما يكون المجتمع صناعيا، بقدر ما يكون توجهه نحو الصناعة، وبقدر ما يكون هناك اهتمام في التعليم المهني. ومعظم الدول الصناعية لم تصل إلى ما وصلت إليه لولا اهتمامها بهذا النوع من التعليم. هذه يعني ليست يعني بروباغندا إعلامية للتعليم المهني، وإنما هي حقيقة واقعة. عندما نجد الكثير من الدول يعني تهتم في التعليم المهني من أجل تعزيز مفرزاته إلى سوق العمل أو مخرجاته دعني أقول إلى سوق العمل، فهذا نوع من التركيز على أهمية الصناعة وأهمية التعليم المهني وربطه بسوق العمل كما تفضلت. أكيد هاي الأهمية أستاذ. اليوم نحن كرمال الشاب عنا يطلع ومعه مثل ما بيقولوا مهنته بإيده يقدر يعيش من وراها ويبلش مشروعه الصغير، بحاجة لدعم مثل ما حكيت حضرتك. خلينا نحكي اليوم عن البنية التحتية، عن الجهوزية عندكم، شو عم تقدموا اليوم للطلاب؟ بكل تأكيد يعني البنية التحتية تشمل مجموعة من القضايا، منها الأبنية المدرسية ومنها التجهيزات ومنها المستلزمات. الأبنية المدرسية لدينا يعني هناك مدارس كبيرة وهناك مساحات واسعة من المدارس، مثل ما تفضلت الأنسي أنه كان في اهتمام بالثمانينات حيث تم إحداث 50 مدرسة مهنية في مرحلة معينة كانت كلها على طراز واحد، هي أشبه بالمصانع أشبه بالمعامل. لا زالت هذه المدارس تمتلك بحيويتها وقدرتها على التأهيل، هي بحالة جيدة ولن أقول ممتازة، تحتاج إلى بعض الدعم في مجال في أمور صغيرة. أما البند الآخر متعلق بالبنية التحتية فهو بند التجهيزات. التجهيزات بصراحة لم تتوقف الدولة عن دعم مدارس التعليم المهني والتقني بها فترة، مدارسنا موجودة فيها تجهيزات حديثة متطورة ومواكبة لسوق العمل ولتطورات السوق العالمية. بتسألنا عن الأدوات اليوم أستاذ؟ نعم، أما الأدوات، أما البند الثالث فهنا يعني لدينا بعض المعاناة بما يخص مستلزمات التدريب التي من خلالها يتم إنتاج يعني القطع ومن خلالها يتم تدريب الطلاب. نحن بكل صراحة يعني لدينا معاناة بحكم الواقع الاقتصادي العام وبحكم يعني العقوبات والحصار وكل التفاصيل للأسف. يعني نحن اليوم يعني هي بصراحة هي المشكلة الرئيسية في موضوع البنية التحتية، ولكن يعني لدينا الحد الأدنى المطلوب من خلال الموجود سابقا، من خلال إعادة تدوير بعض الأشياء، من خلال استخدام أشياء قديمة كانت موجودة، ويتم تأمين جزء مما تيسر من خلال الميزانية العامة ضمن الإمكانيات الموجودة. طب خلينا نحكي، كنا عم نحكي تم افتتاح سابقا 50 مدرسة مهنية. نعم. اليوم كم مدرسة موجود وهل في كادر تدريسي كامل يغطي نعم. يعني جميع القطاعات المهنية للطلاب؟ أنا تحدثت عن 50 مدرسة صناعية حصرا كانت في الثمانينيات،
اليوم لدينا ما يقارب 500 مدرسة مهنية تتوزع ما بين مدارس صناعية ومدارس تجارية ومدارس تعليم نسوي أو خياطة الملابس. بكل تأكيد الكادر في وضع مقبول على الحد الأدنى، ولكن أيضا نحن بحاجة إلى دعم كوادر، يعني يوجد نقص بالكادر، ولكن يتم معالجة هذا الموضوع من خلال إعطاء الساعات الإضافية الإضافية للقائمين على العمل، واستخدام يعني طريقة خارج الملاك، يعني يتم توقيع عقود مؤقتة أو ساعات أو وكالات لصالح المدارس المهنية، بحيث يتم تغطية الحاجة يعني ضمن حد الأدنى كما أقول. يعني من كل ما ذكرتي، يعني المشكلة أو نقطة الضعف لدينا هي في الكادر وفي المستلزمات، نقطة القوة لدينا في البنية التحتية العامة بالأبنية وبالتجهيزات. طيب سألنا على البنية التحتية وسألنا على أدوات التعليم، وأيضا اليوم عن واقع الكادر التدريسي، خلينا نروح شوي للمناهج والمقررات الدراسية. هل هي اليوم بتناسب وبتلائم الواقع سوق العمل أو لا؟ وبحاجة اليوم أيضا لتطوير، كونه نحن يعني سنة بعد سنة عم يصير عندنا تطوير بكل مستويات الحياة. سيدتي الفاضلة، التعليم المهني هو تعليم يحتاج إلى تحديث معلومات دائما، وتحديث مناهجي. تحديث معلومات يتم من خلال المناهج. حضرتكم تعرفوا أنه دائما في تطور، دائما في تقدم في كل مجال، وأكبر مثال على ذلك الموبايل الذي نحمله بيدنا اليوم. يعني نراه شغلة فخمة، ممكن بعد سنة ما عاد ابنك يقبل يشيله للموبايل. وصارت استاذ، نعم، يعني الأمثلة صارت مرقت معنا. هذا التطور يعني يندرج من خلاله جميع المهن الموجودة بسوق العمل، وقد يكون هذا التطور سريعا وقد يكون بطيئا، ولكن هناك دائما أساسيات في أي مهنة، هناك أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها. يعني أنت عندما مثلا ما تحدث عن مهنة وليكن اللحام، أنت بحاجة أن تعرف الطرق التقليدية قبل أن تنتقل لتتعرف على الطرق الحديثة. صحيح. قبل أن تنتقل للتعرف على الليزر والقطع بالبلازما والحام بالبلازما، يجب أن تعرف كيف يتم اللحام بالقوس الكهربائي كما نشاهده في ورشات الحدادين في الحارات وفي القرى وفي، ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الأرقى دعيني أسميها، أو المرحلة التي تحتاج متطورة أكثر. المناهج هنا، المناهج لدينا في وزارة التربية أنا أجدها هي نقطة قوة ثالثة على النقطتين اللتين ذكرتهما سابقا، حيث أن المناهج أعدت بفترة معينة من خلال وثائق نسميها نحن وثائق معايير. وثائق المعايير يتم من خلالها تقسيم العلوم الخاصة بكل مهنة إلى مجموعة من المجالات، وكل مجال من هذه المجالات يتم تحويله إلى كتاب مدرسي أو كما نسميه دليل الطالب. هذا الدليل قابل للتطوير، وهذه المعايير قابلة للتطوير، وهي معايير مرنة تقوم على نظام الكفايات، حيث أنها تراعي متطلبات التطور التكنولوجي الحاصل. وفي جميع دول العالم هناك ثلاث طرق رئيسية لتطوير التعليم المهني من حيث المناهج. هناك طريقة التحليل الوظيفي، وهناك طريقة التحليل المهني، وهناك طريقة التطوير تطوير الداكوم. طبعا نحن في سوريا تم استنباط نمط يعني يستند إلى الطرق الثلاثة ويراعي الخصوصية السورية. وفي كل هذه الأنماط يجب أن يكون سوق العمل شريكا في إعداد أي المناهج. جزئية اللي كنت بيسألك عنها، نعم. يعني سوق العمل يكون شريك معكم في تأهيل الطلاب، وهذه اللي بدي أسألك، يعني هي مش تقع على عاتق فقط وزارة التربية، هي فينا نقول على عدة وزارات وشراكية بين عدة مؤسسات وقطاعات. كيف بتكون الشراكة؟ يعني قلت ببداية حديثك كنا عم نحكي تحت الهواء إنه هيدا العام بنحس إنه فعليا التعليم المهني بلش فعليا ياخذ المسار، نعم، الصحيح، نعم. أكيد في خطة قادمة للعام القادم، في خطة للتشبيك، في خطوة للتشبيك مع القطاعات الأخرى، المؤسسات، الوزارات الأخرى، نعم. تشبيك مع سوق العمل. بكل تأكيد هناك تشبيك مع سوق العمل كان يعني موجود بحد معين، الآن يزيد هذا التشبيك بمقدار الحاجة اللازمة من أجل عملية التطوير. كما قلت لك عند إعداد وثيقة المعايير
تم الاستعانة بممثلين عن الشركات والاتحادات المختلفة والقطاعات المختلفة، سواء وأيضا يعني مؤسسات القطاع العام الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص، وتم أخذ رأيهم بحيث كانت لجان إعداد المعايير تكون نسبة 2 إلى 3 من القطاع التربوي أو المؤسسة التعليمية وواحد إلى 3 من سوق العمل. تم مراعاة متطلبات سوق العمل في الكثير من القضايا، ولكن هذا الكلام كان يعني يحتاج دائما الى تطوير، الى ريفريش تحديث. هي مشاركه يعني الراي او بكل مشاركه بكل التعليم انا يعني دور ممكن تاخذ على عاتقك. كانوا شركاءنا في اعداد وثائق المعايير، ومن ثم تم اعداد المناهج بناء على وثائق المعايير، وبالتالي تم اخذ ملاحظتهم. ولكن التشبيك يعني نحن لدينا طموح اكبر من ذلك فيه، يعني ان يكون التشبيك ليس على مستوى تبني الرأي الطلاب يعني نعم ليس وانما على مستوى الشراكه الفعليه. وهنا يوجد لدينا شيء نسميه التعليم المزدوج، ونحن اليوم او في هذا العام نعمل على توسيع قاعده التعليم المزدوج، ولدينا ايضا اتفاقيه تم توقيعها مع احدى الشركات الخاصه شركه دافنشي هوم، يتم من خلالها تدريب الطلاب على المعلومات النظرية في المؤسسة التعليمية أي نحن المدرسة، وعلى التمارين العملية في المؤسسة التدريبية أي الشركة. كما يوجد لدينا تواصل مع الاتحاد العام للنحالين العرب لإعداد مهنة بالتعليم المزدوج تتعلق بتطوير القطاع الزراعي ولا سيما موضوع النحل، حيث أن هناك حاجة مشتركة من خلالها يتم إعداد يعني كما قلت لك مفردات منهاج، وسيتم إحداث مهنة بنظام التعليم المزدوج في هذا المجال. خلينا نروح لقانون 38 أو شي نعرف هيك عليه بشكل سريع، ونحكي اليوم هذا القانون شو كان انعكاساته على واقع التعليم المهني. نعم، هلا انا ساشكركم على اسئلتكم، لان التعليم المهني يستند الى 3 مرتكزات، او الركيزه الاولى هي التدريب، وهنا تحدثتم حضرتكم عن موضوع المدربين وعن موضوع الكادر الموجود وعن وبينتم يعني الواقع في هذا الاتجاه. النقطه الثانيه المناهج، والمناهج هي مرتكز أساسي أيضا. صحيح. النقطة الثالثة يعني هي سوق العمل أي الإنتاج، وهنا كان فضل صدور القانون 38. قانون 38 مكن المدارس المهنية من أن تتحول من مدارس تعليمية إلى مدارس تعليمية ومراكز إنتاج. يعني نحن علينا أن لا ننسى ونحن نتحدث عن القانون 38 أن الهدف الأساسي من مدارسنا هو التعليم، ولكن هناك تعليم وهناك إنتاج يتم من خلاله إعداد أيدي ماهرة، ويتم تحصيل وارد مالي للمؤسسة أي المدرسة والتربية والطلاب والمعلمين. والقانون 38 أعطى هذه الفرصة يعني على طبق من ذهب، بحيث أنك تستطيع أن تعد عقدا سواء داخل مؤسسات وزارة التربية المختلفة أو حتى مع الآخرين. ويعني مثال على ذلك يعني زملائنا في إحدى الثانويات المهنية في حمص قاموا بتوقيع عقد مع جامعة البعث على صيانة إحدى الوحدات السكنية في جامعة البعث، وحصلوا على نتائج ممتازة. يعني جامعات البعث يعني كانوا يقولون لنا يعني لم نكن نتوقع أن طلاب الثانوية الصناعية قادرين على هذا الإنجاز. طبعا هم طلاب ومعلمين الذين قاموا بالإنجاز. أكيد في تأسيس كثير مهم. نعم. هدول الإنجازات. وبنفس الوقت طلابنا وأساتذتنا يعني كانت قيمة العقد 60 مليون، ويعني بكل تأكيد أي عقد وأي عمل في أرباح. الله يا رب هيك عطول يكون. نعم. في خطوات قادمة لدعم التعليم المهني والتشبيك الأساسي، يعني عم تعطي أمثلة فعليا هي الطلاب تلاقي مين يحتضنها وفعليا تكون منتجة في سوق العمل. أكيد نتشكرك الأستاذ فهمي الأكحل مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية، ونتمنى فعليا الدعم الكافي ولكل الأهالي يعني اللي حابب ابنه فعليا يدخل أي فرع من الصناعة خلوه، لأنه هي
ضمن رغبته يعني خلي الولد مشروعه الخاص وكلياتنا سعيدين وفخورين بطلابنا بكل الاختصاصات. شكرا كثير ولكم جزيل الشكر وشكرا شكراً. على هذه الاضاءه للتعليم المهني ونتمنى منكم المزيد من الترويج الاعلامي ان شاء الله. بدنا نشكرك واكيد بالتوفيق لحضرتك وللكادر والتعليمي وايضا لطلابنا اليوم ضمن التعليم المهني والتقني. نحن مكملين بصباحنا لليوم وقبل ما نروح لمساحتنا مساحه جديده مع ضيف جديد خلونا نروح لمدينه حمص وضمن فعاليات مهرجان الثقافه الموسيقيه بدورته العشرين احيت فرقه موزاييك حفلا فنيا تحت عنوان على طريق الحرير. كان هذا الفعاليات بوسط حضور جماهيري وكبير وعلى خشبه مسرح قصر الثقافه بالمدينه. حنكون تفاصيل اكثر ضمن التقرير التالي. ضمن فعاليات مهرجان الثقافة الموسيقية بدورة العشرين والذي تقيمه نقابة الفنانين بحمص أحيت فرقة موزاييك حفلا فنيا حمل عنوان على طريق الحرير وسط حضور جماهيري كبير وذلك على خشبة مسرح قصر الثقافة بالمدينة. استمرارية مهرجان على مدى 20 عام هذا يعني تجذر هذا المهرجان وأنه أصبح أصيلا وفاعلا على الساحة الموسيقية في مدينة حمص. لدينا في هذا المهرجان 5 فرق مشاركة. اليوم قدمنا عمل اسمه على طريق الحرير. بدأت الفكرة أنه نحن نكرس فكرة هذا الطريق أو نرجع نحييه ولكن عن طريق الموسيقى. سمعنا موسيقى مختلفة من بتبدأ بالصين تنتهي بإيطاليا عودة بسوريا، إضافة لقطعة كتير مهمة تقدمت اللي هي أوغاريت اللي هي أول نوتة موسيقية بالعالم اللي وجدت بسوريا. نحن محتاجين للثقافة الموسيقية كتير إلى جانب الثقافة المسرحية طبعا والشعر والقصة القصيرة واللوحة التشكيلية والفيلم السينمائي وهكذا، لكن الموسيقى بظل إلها يعني خلينا أقول يعني السبق الثقافي لأنه تهذب النفس. هلا حلاوة هذا المهرجان انه في فئة من الشباب اللي جاي عم تعطي وقتها، عم تقدم فن، عم تقدم موسيقى حلوة، عم تحكي شوي عن ثقافتنا، عن تاريخنا، عم تحكي عن مو بس تاريخنا، عم تحكي عن ثقافة كانت موجودة من قبل وهلا عم تستعرضها بطريقة شبابية شوي بتجذب العالم بشكل أكثر يعني. مهرجان الثقافة الموسيقية يتميز بإعطاء مساحة لإطلاق المشاريع الإبداعية الفنية مع الحفاظ على الهوية الأصيلة للموسيقى الشرقية، والفرقة أغنت المهرجان بحفل مزج بين الأصالة والحداثة وجال بالجمهور برحلة موسيقية حول العالم. الأخبارية السورية عصام ديوب حمص. أما هلأ رشا ننتقل لعالم الطفل والطفولة. دائما نحب نسلط الضوء على كثير من التفاصيل المعنية بعالم الطفل والطفولة وخاصة بعلم النفس. اليوم عم نشوف كثير يمكن قصص ما كنا نشوفها بأعمارنا سابقا، ما قيم على وعادات وعادات غريبة. أنا كانت وغربية. على دوري خلص لا كثير صغار لأنه ما كانت سابقا يعني صحيح. اليوم بنشوف الطفل بده يحتفل بكثير تفاصيل ما كنا نشوفها أيامنا. نحن كان في عندنا مثلا شاشة التلفزيون نحضر تي في لمدة ساعتين، هلأ لا، في الهالوين، في أعياد يمكن أول مرة بنسمع في فيها، في عادات جديدة، في زي بنقي الطفل كرمال يحضر مهووس فيه صحيح. فخلينا نحكي عن هي العادات الغربية والغريبة اللي هي حديثة بمجتمعاتنا مع الاستشارية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك. بيسعد صباحك. صباح الخير رندا. صباح النور. انت مع او ضد اول شيء هدول العادات قبل ما نفوت بالسؤال الرئيسي؟ هلا انا بحب دائما يكون في توازن بهذا الموضوع، مع انه نحتفل ونعمل اي شيء ممكن يعمل سعاده للطفل ولكن بتوازن معين ونضل محافظين على اكبر قدر من قناعاتنا. طيب خلينا نحكي عن اهم العادات واهم هدول الاشياء الغريبه اللي صاروا مثل ما قلنا بالمقدمه صاروا دخيلين على مجتمعنا وصاروا يعني انه بشكل عام يعني شوي ثاني نحن حنعمله شو نور؟ لا انا يعني هدول الاعياد والحفلات انا بحس بينعكس الطفل حسب بيئته وعائلته حسب عائلته تماما مهووس بالتفاصيل بتحسي كوبي بيعمل نفس التفاصيل هو تماما حسب اهتمام البيت الطفل بيصير عنده نفس حسب مجتمعك اليوم كمان كيف عم ينشر هي الثقافه يعني تماما بالنهاية فهي يعني. الاسره تماما او العيله البيت دائما هو كمان بتاثر قناعاته بتتاثر
أولوياته بالمحيط اللي قاعد فيه، فهو بيصير هي حلقة مرتبطة ببعضها، تنفرد فكرة على المجتمع ممكن تكون غربية، بتبلش بقى بتنتشر بين العيال ومنها بتنتقل للأطفال، بتصير في ترتيب أولويات بتختلف بين عيلة والتانية. وكيف بقى نحن كأم وأب كيف فينا نحافظ على شيء من قناعاتنا من طفولتنا، بدنا نحاول نخليه موجود عند أطفالنا. خلينا نحكي عن هي الجزئية، كيف خلينا هي العادات يمكن فينا نقول التقاليد اللي هي حديثة على مجتمعنا، كيف فينا نعمل حالة توازن يعني للطفل؟ يعني ممكن البيئة بتلعب دور الحاضنة لنا العيلة، بس أحيانا كمان بتشوفي مثلا أنا من خلال بنتي مثلا بتروح على السكول وبترجع بتقلك مثلا أنه أنا بدي مثل رفيقي، يعني حتى تمام. مش عيلة رفقاتها المحيط المجتمع أنه أنا بحب سبايدر مان لأنه رفيقي ليسوا بحب سبايدر مان، بس هي ما تمام. فهي حتى هدول القصص كلياتها بتدخل بتنشئة الطفل وفكره تماماً، خصوصي بموضوع الكرتونز والشخصيات. صحيح. سابقاً كنا نحن مثل ما ذكرت نقعد ساعة أو مكسيموم على برنامج التلفزيون تماماً، وكنا متقيدين كل المحيط بيحضر بنفس الفترة نفس البرنامج، فلما الأطفال بيقعدوا مع بعضهم عندهم شيء مشترك يحكوا عليه اللي هو حضروا. هلأ باختلاف الأوقات باختلاف الاهتمامات باختلاف الظروف المادية صار الأطفال عم تختلف بين بعضها بشو صحيح. بتحضر وشو ما بتحضر، شو الشخصيات اللي عم تتعلق فيها صحيح. أو لا. فمثلاً نحن كنا عم نحكي على مثال الأعياد اللي هلأ العيد، خلينا نعطي أمثلة أنا يعني ركز على هاي النقطة شوي. هالوين مثلاً هو فكرة غربية ما لها موجودة عندنا أساساً، ولكن نحن حبينا كأسر أنه بيطلع ابني كتير مهضوم إذا لبسته لبس تنكر معين أو شيء. هلأ هون بيختلف بين الطفل الصغير وبين المراهق. لما أنت بدك تشرحي هاي الفكرة هي ما عليه تكون حفلة تنكرية بسيطة مثل ما ذكرتي، ممكن تلبس برينسس، ممكن تلبس شيء اللي بتحبه حيوان لطيف شيء، فهذا أنت ما طلعتي عن دائرة أفكارك ومعتقداتك أو طفولة بالنهاية تماماً، ضليتي ضمن نطاق الطفولة وبنفس الوقت عطيتيها شيء مواكب للمجتمع والانفتاح اللي نحن فيه. في الشق الثاني اللي نحن لازم نبعد عنه هي فكرة الدم والأسى والمشاكل اللي عم تكون، كيف نحن بدنا نخوف بعض، هي فكرة الخوف بهذا الطقس. الطقس هو أشكال مرعبة تماما. هون يمكن السيطرة والكنترول على المراهق بيكون صعب، على الطفل بيكون في سيطرة كاملة عليه. نحن من العمر الصغير فينا نزرع هاي الفكرة لحتى ونشبعها، لحتى لما ينتقل الطفل لفترة المراهقة ما تكون عنده أولوية أو يكون عنده هاي الرغبة، لأنه يصير أني أنا خوف حدا أو أنا أعمل شيء بيخوف فهو متعقلي. بالعكس نحن نبعد عن هذا الشق بطريقة لطيفة وما تكون كتير حازمة أو جافة. رندا حكيتي نقطة كتير مهمة، ولكن نحن اليوم بحاجة للتعريف أيضا، نعرف أطفالنا وشبابنا بهي العادات، لأنه هي هيك هيك وخاصة ضمن السوشيال ميديا أنه ما نحن بحاجة اليوم أنت تيجي كأم تحكي لهم عن هذا العيد. صحيح. يعني خاصة اللي بإيده موبايل قادر أنه يدخل ويشوف كذا، بس مثل ما حكيتي نقطة حلو التوازن، يعني نحن نعرف بالقصة ولكن يكون في ضوابط وحدود. خلينا نحكي عن شيء سلبي، عن التأثير السلبي وخاصة عند الأطفال وقت اللي بيروحوا لهذا الطقس أو لهذا إن كان هذا العيد أو غيره، يعني عم نحكي بشكل عام عن عادات وتقاليد غربية ممكن يكون لها تأثير سلبي وخاصة على الأطفال. تماماً، خصوصي بالعمر الصغير هو بيكون فكرة أنه هو خايف ما له مبرر له، وإن كان على وعي معين فهو حيكون عنده شعور بالمتعة أنه أنا عملت شيء عم خوف حدا فيه. فهون أنا ما عدت رجعت لفكرة كيف أنا أكون ثقتي بنفسي عالية دون ما أأذي حدا أو بدون ما أزعج حدا أو بدون ما أكون قادر سيطر على حدا. بالعكس أنا تكون ثقتي بنفسي بدرجة مقبولة وجيدة مناسبة لإمكانياتي بعيداً عن هذا الزي اللي أنا متنكر وراء. بنفس الوقت لما بيكون ما له مفسر له أنه أنا ليه قاعد بهذا الجو أو ليه هالناس مثلاً أو ليه هاد متغير شكله أو لابس هالتياب أو شيء،
فهاد كمان بيعمل له خوف هو ما له مبرر له، هو بس قاعد بجو ما له مرتاح، ما له مفسر له هو ليه ما له مرتاح. كمان هاد بيعطي بيعطي خوف، بيعطي بيصير دائما في اشياء غير مبرره له، هذا الشعور انه انا ما بقدر بادر او انا ممكن اي شيء ممكن يخوفني. نحن بغنى عن انه نحط اطفالنا فيه، خليه يكون موجود ولكن بتوازن مثل ما ذكرنا، يكون قدرانين تماما وقت اللي يروح ولابس هذا التوازن. كيف هي تخلقه؟ يعني لما انا يعني هلا مثلا نحن بنحاول قد ما فينا نعمل هذا التوازن والضوابط، بس كثير بنسمع قصص مثلا للاسف على السوشيال ميديا بتقول لك انا عيني على ابني وابن ابن مثالي وكذا، شفنا ترندات التيك توك وهدول القصص، قديش يمكن اشخاص عاديين اولاد كثير بيسمعوا الكلمه وضابطين صار معهم احداث كثير مخيفه ومرعبه، كيف فيني انا احقق هذا التوازن؟ يمكن هذا بيشغل بال كل الامهات اليوم، قديش بتحس بحاله تانيب بالضمير انه فعليا انا اشتغلت اللي قدراني عليه، فعليا انا كنت معه، فعليا قدرت احافظ على هذا التوازن واعطيه لابني، لانه مثل ما قلنا اختلفت التربيه اليوم كله شريك بالتربيه. سابقا لا، يعني انا بالنسبه لي من 50 سنه التربيه كانت اسهل، اليوم متعبه جدا اضعاف مضاعفه لانه العالم منفتح، يعني مش فقط انت بالبيت، مسؤوليه الام، مسؤوليه الاب، البيئه، المجتمع، المدرسه، العيله، كثير ناس عم تتدخل، كل الخلق، حتى التكنولوجيا، الموبايل بيفوت على كل تفاصيل حياتك اليوم. في كان بالفترات الاولى كان حصرا ياخذ التربيه من بيت التيتا، الخاله، العمه، هدول اللي عم بيكونوا شركاء بالتربيه، فهم اجباري بدهم يكونوا من نفس البيئه، فما حيكون في كثير اشياء دخيله على التربيه. ولكن حاليا عم بيكون في كثير مثل ما ذكرتي كثير اشياء عم تتدخل بالتربيه، لهيك انا قبل ما افكر بمناسبه غربيه ممكن طفلي يتعرض لها لازم افكر انا شو البيئه المحيطه اللي بدي انقله فيها، شو المدرسه اللي بدي احط ابني فيها اللي هي حتكون رديفه للبيت، هل هي بتشبه بيئتي، هل هي بتشبه المحيط اللي انا عايش فيه ولا بعيده تماما. كثير مهم وانا حتى بشوفها اهم من الماده العلميه اللي بتنعطى بقلب المكان، البيئه المشابهه لبيئه المنزل، لما انا بحطه بهيك بيئه كثير بيريح الموضوع، حتى الطفل بيرتاح، ما بقى يشوف في له منافسين باشياء ما لقيمة، وبنفس الوقت ما بيشوف حاله متميز عن حدا باشياء ما بتعمل له اساسا قيمه او تميز، خصوصي الاشياء الماديه. لهيك انا الفكره الاساسيه لحتى انتقل لفكره هي الافكار تكون موجوده، حط ابني ببيئه مناسبه محيطه رديفه للمنزل تكون بتشبه كثير البيت وتربايتي كأم وأب. كثير انا بعزز له ثقته لما مثلا انا ممكن خليه مثلا اذا بنت تنكر مثلا برنسس او فراشه او شيء ما يكون كثير مكلف، يكون انا صنعته انا وياها فيه، تروح مبسوطه والكل يشجع انه واو شو طالع حلو شو، فهذا التعزيز هذا اللي بيعطي الثقة بالنفس، هذا اللي بيعطيها ما تكون متخبية ورا شيء هي مو هي بالأساس. وهون في نقطة كمان في إيجابية، نحن اليوم حكينا عن سلبيات هذا الموضوع وعن القيم الغربية اللي ممكن تدخل حياتنا، هدول التقاليد شو ممكن يعملوا سلبيا، ولكن في إيجابية بالقصة أكيد رندما، يعني في شيء إيجابي اليوم أنك أنت عم تعرفي الطفل ثقافات يعني عم خليه يكون منفتح على مجتمعات تانية، ولكن مثل ما قلنا ضمن حدود وضوابط من الأهل. رندا بدنا نشكر حضورك لليوم. شكراً لكم. شكراً لكل النصائح اللي قدمتيها. شكراً لكم. أهلاً وسهلاً بحضرتك. ضيفتنا العزيزة أكيد الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب، أكيد سعيدين بوجودك، شكراً كثير لك. سعد صباحكم. يا هلا رندا. أما نحن مكملين نور بباقي فقرات صباحنا غير لليوم، خلونا نروح إلى اللاذقية وندوة طبية في جامعة تشرين حول آفة المخدرات مع علا ناصر. بهدف توعية الشباب لخطر المخدرات وتأثيرها السلبي على المتعاطي ومحيطه، مقترحات ومواضيع هامة يتشاركها أساتذة ومختصون عبر ندوة حوارية تفاعلية في مبنى المكتبة المركزية في جامعة تشرين باللاذقية. اليوم جامعة تشرين كلية الطب بالتعاون مع مديرية الصحة مع الفرع مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ومع أطراف أخرى تقيم ندوة توعوية حول ظاهرة المخدرات وكيفية تجنبها وتلافيها والمعالجة والقضايا
القانونية والنفسية. الهدف الأساسي كان هو الإضاءة الحقيقية والواقعية على هذه المشكلة في المجتمع وتبيان آثارها ودوافعها عند الشباب. ما هي الأسباب؟ ما هي طرق العلاج؟ كيف يمكن الوصول إلى العلاج؟ ما هي وجهة نظر القانون حول هذه المشكلة؟ العمل بشكل حثيث بمختلف الكليات والمعاهد التابعة لجامعة تشرين لمحاربة هذا النوع من الأمراض وهذا النوع من المخدر الذي يقوم كثير من الناس بالترويج له وبالتعاطي به. ولكن نحن اليوم في هذه الندوة الثقافية والتوعوية مؤكدين بهذه الندوة أهمية التوعية الصالحة والرشيدة من قبل الأطباء المختصين ومن قبل كل المعنيين في إدارة الجامعة. كانت الندوة مميزة كتير. كان دوري بموضوع الندوة الإشارة لمخاطر الإدمان والطرق علاج الإدمان والواقع اللي عم نعيشه بالبلد عنا بموضوع الإدمان. الهدف الأساسي مو بس المعلومات اللي حكيناها، هو التوعية اللي هي الأساس بالوقاية من الدخول بخطر الإدمان، واللي هو الأساس قبل ما نتورط الشخص بموضوع الإدمان. كم كبير من الشباب قد يكون ضحية لانتشار المخدرات والتعاطي وما شابه، فكان من الضروري إقامة مثل هذه الندوات، ونأمل أن تكون هناك ندوات متكررة نوعية وتحدد توصيات ومقترحات في ما هذا المجال. ربط الجامعة بالمجتمع للإضاءة على هذه الآفة الخطيرة، لا سيما على فئة الشباب الذين يشكلون بقدراتهم الحاضر والمستقبل. أما هلا مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة وعالم الجمال والتجميل والعناية بالشعر. مشكلتنا كلنا كل الصبايا قديش عندنا هذا الهاجس إنه نعتني بشعرنا يكون صحي، وخاصة كل يوم مثلا يعني نحن بس بدنا نقطع من غرفة الماكيرة والشعر لهون، فكانت مشكلة مطر كتير. هذا المطر مع السبري مع الحرارة مع هدول القصص بيعمل أكيد مشاكل بالشعر. اليوم نحن كيف قادرين نحافظ على هذا الشعر؟ كيف قادرين نحن نتبع نظام غذائي نقدر من خلاله نحقق التوازن اللي بيعطي فائدة لشعرنا، إن كان من الحرارة، الفير، السشوار، المواد الكيماوية، الصبغات، كله له تأثير سلبي على الشعر. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع وخاصة مع تغير المناخ والطقس مثل ما عم نشوف. لا لا الله يبعث الخير. أكيد مع ضيفنا لليوم خبير التجميل عساف عساف. بدي لك يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير وأهلا وسهلا. خلينا بالبداية نحكي كيف فعليا فينا نعمل روتين العناية بشعرنا بشكل يومي، خصوصا مع تغير مثل ما قلنا المناخ، بتلاقي الشعر عم يتعب جاف وبنفس الوقت ما يكون مكلف. يعني مش كل الصبايا قادرين اليوم يروحوا على صالون نعمل، بنشوف وبنسمع عن جلسات بروتين وقصص وتغل في شعرك، بس هي مكلفة. فيني يمكن أنا بعض الخطوات ممكن أعملها روتين يومي أو أسبوعي، حمامات زيت أو كريمات ممكن فعليا تفيدنا. تمام. هلأ أكيد تغيير الجو بفصول السنة له علاقة كتير كبيرة. عنا فصل الخريف طبيعي 100% إنه يهد الشعر. بأول شيء بتخف أشعة الشمس، بصير المناخ بيختلف، برد، بتعرفوا إنه شتوية كنكنة وهيك. أول شيء بالنسبة لموضوع الشعر، في عنا موضوع الغذاء، هذا 100% يعني التغذية كثير ضرورية، يعني نقص فيتامينات، نقص بروتينات، نقص كل شيء. في فيتامينات حتى بتقلك انه في بعض الفيتامينات انه الناس بتاخذها للشعر والاظافر. طبعا طبعا. وبالنسبه لموضوع هذا الشعر، يعني ممكن هلا في عندنا كميه محدوده انه نتقبلها انه يهر شعرنا فيها. فرضا يعني عندنا باليوم 50 او 100 شعره، يعني ممكن يكون الوضع طبيعي. ولكن في فصول يعني مثل هلا الخريف بصير يهر بتبديل كميه اكبر. هي موضوع طبيعي، هو يعني كثير عادي. هو الشعر دائما بصير فيه تجديد، يحكينا انه مثلا هلا فتنا بمرحله هر ورق الشجر شعر نفس الشيء، يعني كلها مرتبطه ببعضها اليوم ببعضها الكون سبحان الله. فالتغذيه كثير ضروريه، يعني بغض النظر انه انا في صبيه بتعمل شعرها كثير بتلون كثير،
هذا الموضوع ما له علاقة بالخريف لأنه هذا موضوع موسمي طبيعي هذا الشعر. عساف كتير الصبايا بشكل عام يعني نحن كتير بنحب اليوم أنه نحن نغير لون شعرنا بين الفترة والتانية صحيح. وخاصة وقت بيكون في حمامات كتير فبيقولوا أنه بيروح اللون أو بيخف نرجع نضطر نعمل صبغة جديدة. منحب نعمل موديلات بشعرنا، هدول القصص الإجراءات مثل ما قلنا الحرارة والمواد الكيماوية عم تأثر سلبي. اليوم في شيء ترميمي لهذا الشعر كرمال نحمي؟ يعني احنا نضل على عادتنا اليوم نغير لون شعر، نغير صبغة، نغير موديل، ولكن احنا يعني مأكدين على قصة انه احنا عاملين حماية لهذا الشعر. تمام. هلا موضوع الحمام الزايد اكيد غير مناسب، وقلت الحمام كمان غير مناسبة، يعني يفترض انه يتحمم الشعر 3 مرات خلال الاسبوع. اي بشكل طبيعي وصحي وحقيقي. بالنسبة لموضوع الالوان، الألوان مثل ما قلنا موضة، صبية بتحب تغير، ولكن كل شيء يعني بيزيد عن الحالة الطبيعية بصفي غلط، بصفي مؤذي، بصفي بضر للشعر، للبصلة، للأوعية تبع الشعر، للرسين تبع الشعر، كله هذا يعني بتلاقى بعدين. يعني ممكن إنه نحن ننبسط بلون شعرنا بهاي الفترة، غيرنا بعد فترة صغيرة هذا بصير. طيب عساف اليوم الصبية ما فيك أنت اليوم تقنعة أنه أنت ما تغيري إذا غير لون شعرك اليوم بدو درك اليوم كذا، فنحن هيك عم نحكي على نقطة أنه نحن بحاجة اليوم لشي خلي يكون خط الدفاع الأول عن هذا الشعر. عم نسمع كتير بقصة البروتين والكريستال اللي هي بتغلف هذا الشعر، هل هي عن جد اليوم عم تحمي شعرنا قبل هدول الإجراءات؟ تمام. هلا هي عم تحمي شعرنا من الليس، من السشوار، من أي شيء حامي عم يجي على الشعرة، لأنه الشعرة إلى طبقات مغلفة. طبعاً الحرارة هاي بتموت هاي الطبقة، هاي المادة. فنحن اليوم الصبية عم تساوي وعم يبقى فترة من 6 أشهر للسنة، أو يعني بغض النظر عن أنواع الشعر، إنه في المجعد الفريزي كتير، في الطعجة الخفيفة، في الليس، يعني طبعا مريح جدا للست، لانه يعني مثل ما قلنا انه حماية واختصار للوقت، بدها تطلع، بدها يعني تمشي، ما بده وقت كثير يعني لينشغل بالشعر. طيب لما اعطتنا ورا نصيحه بما يخص كيفيني اعتني بشعري، يعني خلينا نعطي الصبايا بعض النصائح، يعني في بديل الزيت، في تعمل حمام زيت بالبيت، شو الشغلات اللي ممكن تعملها لشعرها تعتني فيها اسبوعيا؟ يعني هيك كم نصيحه انا كصبيه استفاد منها، انه بديل زيت او اعمل حمامات زيت، كيف اعتني بشعري؟ بنسمع انه لازم ما يتمشط وهو مبلول، شو الاسس اللي لازم انا مثلا امشي عليها للعنايه بالشعر؟ تمام. ضروري بعد الحمام نستعمل بلسم او كريم كونديشنر للشعر بحيث انه نمشطه. وفي كثير صبايا بتبلش بالشعر من فوق تمشط فيه، هذا الشيء كثير غلط، بصير في تقطيع فيه. اما الشعر نبلش فيه من تحت لفوق تدريجيا بالتمشيط، بحيث انه مع الكريم مع البلسم بيعطي سهولة للتسليك، بدل ما أنه ازعج هذا الشعر ويصير فيه تنتيف وتقصيف. وخصوصي هو بالأساس بهاي الفترة عنا فترة تبديل. يعني هلا ينصح بتنشيف الشعر بعد الحمام فورا أو طبعاً. لا بيقولوا انه اذا تم تنشيف فقط تنشيف، لانه بيقول اذا تم مبلل ممكن بيعرضه للتقصيف اكثر ولا؟ طبعا كثير ضروري يتنشف، لانه طبيعه الشعره بتغب مي، وبس تعرضت للهواء بصير في ماس بين كان دافي الشعر وبين صار تعرض للهواء. وخصوصي بهي الفتره الموسميه اللي عم نمر فيها بتبديل الظروف المناخ من الشوب للبرد. طب حمامات الزيت بتنصح فيها؟ طبعا بننصح فيها، طبعا طبعا بننصح فيها. اليوم في عندنا مواد ومنتجات كثير بالبلد كثير ظريفه وكثير كويسه. هاي بتلاقي شيء ظريف، ايه في كثير شغلات ظريفه. هلا نحن اليوم بنجرب، وقت اللي عم نجرب شيء وبيعجبنا اغلب الصبايا بيجي. فيك تحط زيت الزيتون؟ هلا زيت زيتون لحاله ابدا ما بكفي، هلا في خلطات طبيعيه مثلا بنقدر نعملها بالبيت، زيوت مثلا بنقدر نجيبها بالبيت بنخلطها بكميات مناسبه. عندنا يعني زيت زيتون، زيت اللوز، زيت الخس، زيت الخيار، زيت الخروع، زيت السبعه تماما، يعني بتنخلط وبتنعمل بالبيت. ولكن انه طريقه الحمام للشعر، تدليك المسامات، تدليك البصله، يعني
في أوعية دموية بتتعامل برسيم الشعراء، يعني بدنا ندللها للشعر، حاجة لمساج، بدنا ندللها، بدنا ندللها، بدنا ندللها، يعني بدنا نحافظ على هذا الموضوع، لأنه أي صبية عفواً أي صبية بتشوف حالها بشعرها. صحيح. يعني أنت إذا بدك تطلعي مشوار، أول شيء بيهمك بموضوع الجمال وإطلالتك هو شعرك بالأول. كل ما دللنا كل ما أخذنا نتيجة أحلى. طيب عساف، خلينا نحكي اليوم عن موضوع القص. كثير بينصحوا فيه إنه اليوم الكوفيرية كلها كان سيدات والرجال حتى، إنه مفروض كل فترة يصير في قص للشعر كرمال طرف الشعر يتنفس، الله يبعث الخير يا عساف، ويتنفس ويطول يعطي رونق حلو يعني. وبيقولوا لك إنه هذا القص بيعطي حالة نفسية. هلا أنا مع هاي القصة نور، يعني أنا بحس إنه أي تغيير موديل الشعر ممكن يغير نفسية الصبية. نحكي عن أهمية القص، ونحكي هل عن جد في أيام محددة مفروض نحن اليوم نروح لقص الشعر أو لا؟ موضوع الحالة النفسية تلعب دور كبير، كان بهر الشعر كان بنفسية الصبية، وتكون نفسيتها مرتاحة هي بتكون مبسوطة بتنبسط بحالها، إذا طلعت بالمرأة بتشوف حالها كتير حلوة. يعني النفسية كتير إلى دور، بس غيرت شي عندها تغيير من تماماً باب التغيير. تماماً. بالنسبة لموضوع القص، طبيعي لازم كل فترة نطرف شعرنا، يعني هاي الشعرة اللي صار فيها تقصير بيقولوا إن الشعر بيدقر إذا ما طرفنا وقت البيت، بيضل بيبقى فيه حيوية، فيه نضارة، يعني في له جماليته. فالمفروض بين الشهر والشهرين دائما نطرف، وشهرين ثلاثه حسب. هلا في ناس عندها نمو الشعر اكثر بسبب الغذاء، بسبب التغذيه، يعني كل ما قلنا في تغذيه بالنسبه للشعر كان يعطي جماليه، يعطي لون، لمعه. في ايام محدده عساف القص او لا؟ يعني انا ممكن انا بقول امتى ما كان الشعر تعبان في ناس يوم. بتقول لك في ايام محدده، في ناس بتقول لك ايده خضره، يعني في حدا بيقص بتلاقي الشعر بيقول لك ايده خضره. اي في ناس بتقول لك وقت ما قصيته عند المقص مسموم، المقص منظير، في الشخص ايده مش خضره. هي قديش صحيحه؟ يعني كل هالقصص بتسمعها عند هي هي الحاله، هي هي الحاله النفسيه. يعني هلا بنرجع بنقول هي هي الحاله النفسيه، انت بترتاحي بصالون او بكوافير أو بخبير تجميل، بتروحي لعنده بيكون أسلوبه بالعمل بالاستقبال، هي بتعطيك حالة نفسية. صحيح. أنت بتفائلك يعني. بالنهاية عصافك بشكل سريع، شو آخر الموضوعات القصات؟ في شيء اليوم معين لهي السنة أو لا؟ شتوية يعني. هلا شو في شتي غير الطاقية غير موديل الطاقية هلا فايتين نحن على جو شتوي، يعني كنكني، يعني جو داكن، ألوان غامقة، ألوان الأحمر، البني، اللون النحاسي اليوم كتير عم نشوفه يعني أخذ صدى. وطبعا اللون يعني الألوان هي مثل ما بيلبق للصبية أو الست، وبتشوف حالة جميلة فيه وترتاح فيه بتسوي. أنا هيك بقول دائما إنه يعني أحيانا بالموضة بالأحمر ما بتلبق لي ليلة شيء، يعني واحد يعمل شيء هو مرتاح فيه. أكيد أكيد رشا، أكيد نتشكرك على وجودك معنا، وشكرا كثير لك. شكرا شكرا عساف، صباحك إليك. حلو على طول، وصباحك جمال، صباحكم خير يا رب. أهلا وسهلا بحضرتك. أما نحن نور وصلنا لنهاية صباحنا غير لليوم، وإن شاء الله يا رب كانت صباحنا خفيف على قلوبكم وعلى بيوتكم، وقدرنا اليوم نقدم كل الأشياء اللي بتهمكم بحياتكم اليومية. بيت نهار حلو لكم، محمل بهي الأمطار الحلوة والأخبار الحلوة، ويكون هيك خفيف علينا. كونوا بخير، باي باي. شكرا يا نور، يعطيك العافية. رشا أكيد بتمنى نهار يحمل الخير مثل خير هالمطارات، يا رب يكون خير وبركة وراحة بال ورزق كتير لكل الناس. وراح نتابع التغطية مستمرة على شاشة الإخبارية السورية لرصد عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى حضن الوطن من لبنان. لهون بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، والتقانا بكرة على شاشة الإخبارية بنفس التوقيت. إلى اللقاء، باي.